مقالي ومقاله، مش قلنا لكم الاهلاوي مش هيسيبنا؟ السلوجان اللي رفعته قناه الاهلي في تطويرها الاخير والجميل اللي بيدهش كل عشاقها ومتابعيها، رفع شعار الاهلاوي مش هيسيبنا. لكن كنت بتكلم انا والمهندس عدلي قبل الهوا، قال لي لا ده غير الاهلاوي كمان ثبت انه مش هيسيبنا، لانه حجم الاقبال على مشاهده القناه والاقتناع والتقدير لرسالتها فاق حدود اللون الاحمر فقط. لا انا بيجي لي مكالمات من كل حته، من مصر ومن خارج مصر. لا الناس اللي عايزه تستمتع بخدمه جيده للرياضه فعلا بتتواصل معانا. طيب اللي بره مصر، مهندس عدلي اشار للي بره مصر، لانه الحقيقه اتعملت مسابقه في التصويت على نجم العرب، والتصويت كان عربي من خارج الحدود. واذا بقناه الاهلي تاخد المركز الاول بين القنوات الرياضيه العربيه، والمصوت والمشارك والمتابع الجمهور خارج الحدود المحليه، خارج حدود الوطن. هي دي قيمه قناه الاهلي، وهي دي درجه نجاحات قناة الأهلي اللي من أول ما بدأت. بنهني الأستاذ محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة استادات، والأستاذ محمود عدلي المدير التنفيذي لشركة لايف اللي بتدير القناة، والصديق العزيز إيهاب الخطيب مدير عام القناة، والصديق باسم عزمي مدير المحتوى الفني، وكل القائمين على القناة الحقيقة اللي بذلوا مجهود كبير جدا حتى وصل الأمر للفوز بجائزة نجم العرب. ودي مش أول جائزة. دي الجائزة الثانية. ومش هتكون اخر جايه ان شاء الله. انت لو عايز تستشعر قوه قناه الاهلي تشوف حجم المتابعه بتاع البرنامج الاخير بتاع كابتن خطيب. هنديله استاذ عمرو. لا الحجم مرعب، وده يقول لك ان قناه الاهلي محط انظار دلوقتي في كل انحاء العالم. يعني عايز اقول لكم انه القناه سجلت رقم قياسي في نسب المشاهده من اول ما اتقال يا تلفزيون في مصر من عام 60 حتى الان، سجلت قناه الاهلي رقما قياسيا رائعا جدا في نسبة المشاهدة في الحوار الكبير والممتد للكابتن محمود الخطيب مع الإعلام الإماراتي الكبير الأستاذ يعقوب السعدي.